نتعرف بحضرتك. بركاته محمد احمد حداد. حضرتك هنا ليك باكيه في السوق الجديد. اكيد. ايه رايك في السوق الجديد؟ سوق كويس يعني، نظافه وحاجه حلوه يعني. هو احسن ولا لا؟ هو احسن بس لسه يعني هياخد فتره على ما يشتغل. شايف اقبال؟ طب هنا تمام يعني؟ في اقبال، في اقبال بس لسه الدنيا ما اتحركتش. هنا حضرتك بتبيع الخضار والفاكهه ولا خضار بس؟ لا خضار وخضره. ايه رايك في السوق الجديد بقى؟ الصلاه على النبي، الحمد لله احسن من اللي هناك. احسن ايه بقى؟ ايه حاسس انه احسن فيه؟ يعني حاجه نظافه وحاجه حلوه على السوق دكه برضو. وايه الناس بتيجي هنا تمام؟ ما فيش مشكله؟ لا فيش مشكله الحمد لله. اقبال يعني تمام 100 100. اسعار ايه؟ طيب اسعار مرتاحه زي ما شايفه قدام ده. هنا طبعا في خضار عند حضرتك وانا شايف الحاجه طازه اهي ما شاء الله. طازه بتيجي بعد الفجر ان شاء الله. ايه رايك في السوق الجديد؟ الحمد لله كل حاجه كويسه الحمد لله. هنا احسن ولا سولة؟ لا هنا احسن، هو هنا نظافه وتنظيم وحاجه انضف من تحت يعني. تقول ايه بقى للناس ان هي تيجي تشتري من عندك لان نفس الاسعار اللي بره؟ لا مش نفس الاسعار اللي بره طبعا. الاسعار هنا الطماطم ب 6.5، هنا تحت في السوق الظهار اللي تحت ب 10 جنيه الطماطم. هنا كمان الاسعار احسن. هنا الليمون ب 8 ب 12 جنيه وب 10 جنيه تحت ب 15 جنيه. انت كمان عامل اسعار احلى من اسعار مرتاحه خالص عن تحت. طب تقول ايه بقى لو حد عايز يجي هنا تاني بقى تقول له ايه؟ الدنيا تمام ولا في؟ لا تمام ان شاء الله وقدام احسن ان شاء الله برضه. هنا انت هنا بتبيع الموز بس؟ موز. ايه رايك في سوق؟ لا ان شاء الله كويس والله واحنا راضيين والحمد لله. انت حاسس ان هو كنظافه كشكل احسن من هناك؟ يا باشا طبعا كل حاجه نظيفه واحسن من هناك بصراحه. في ناس هنا بتشتري وكل حاجه تمام ولا فيش؟ يعني هو لسه عشان لسه سوق جديد والحركه خفيفه فان شاء الله يعني واحده واحده والناس هتيجي كلها هنا. تعرف بحضرتك؟ احمد عبد المؤمن مدير مجمع خدمات الدهار. سهلا، ممكن تكلمنا عن المجمع هنا والخدمات اللي بيقدمها؟ المجمع هنا عبارة عن 148 باكية. ال 148 باكية دولت أنشطة متعددة بتخدم مدينة الغردقة، بتوفر كل السلع اللي ممكن اللي هي السلع الغذائية طبعا إذا كان خضر أو فاكهة أو ماركت. إحنا هنا عملنا مشروع أو الدولة عملت مشروع الحقيقة هو من أعتقد إن هو من أنجح المشاريع اللي ممكن تتعمل تخدم المواطن البسيط، المواطن العادي يعني. بنوفر السلع او بتتوفر السلع في المكان ده في مكان واحد، كل السلع اللي المواطن ممكن يحتاجها بتساعده على ان هو يعمل التسوق او يعمل يقضي كل احتياجاته من مكان واحد بسعر معقول، وطبعا في مكان نظيف مجهز تجهيز اعلى على اعلى تجهيز. جنبنا المواصلات هنا قريبه جدا، انا احنا تقريبا داخل الموقف، موقف السيرفيز اللي بيخدم مدينه الغردقه بحالها، وده طبعا شيء كويس قوي ويسهل على المواطن كتير. انا شفت هنا ان في مبنى اداري موجود في الحقيقه، احنا عندنا مبنى اداري مجهز على اعلى مستوى، موجود منه جزء للاداره وجزء ان شاء الله هيطرح لمكاتب اداريه توفر مكاتب توريدات او شركات اللي ممكن تتابع بعض الاعمال اللي ممكن تحتاجها الشركات التوريدات بقربها من السوق يعني. التوفير هنا امن ونظافه موجودين؟ الحقيقه هنا عندنا شركتين، شركه امن وشركه خدمات، الحقيقه قايمين بدور ممتاز بيحافظوا دايما على مدار الساعه. احنا عندنا موجودين 24 ساعه في اليوم، الامن والنظافه موجودين، عندنا كمان كاميرات مراقبه، المكان كله مراقب بكاميرات المراقبه، ده بيوفر لنا ان احنا نخلي المواطن اللي داخل يتسوق بيبقى داخل مطمئن وحاسس ان هو بيتسوق بشكل مريح ومطمئن. في اي ملاحظات مثلا ممكن يكون المواطنين عايزين يقولوها فيه ممكن يتوجهوا على طول للاداره لو في اي شكوى؟ الحقيقه احنا هنا موجودين كلنا على مدار الساعه موجودين لتحقيق في اي شكوى لاي مواطن، وطبعا احنا بيسعدنا ان احنا اي حد عنده اي مشكله، وكمان بيسعدنا ان احنا نسمع لاي حد عنده مقترح يفيد المكان ويفيد المواطن اللي في مدينه الغردقه، احنا على استعداد تام ان احنا نلبيه له، وعندنا مجموعه هنا الحقيقه بتقوم بكل ما يلزم ان هي توفر كل احتياجات اذا كان التجار او المواطنين. شكرا لحضرتك جدا بتوفيق. تمام حضرتك. تعرف بحضرتك؟ محمد شهاب.
اهلا وسهلا. ما شاء الله انا شايفه ان حضرتك فاكهه جميله جدا. احنا والله حضرتك دينا لنجله كويسه هنا ومعلقين اسعار رخيصه تمام. اسعار دي اصلا بتفرق جنيه واتنين على سوق الجمله ونبيع رخيص، ونقله السوق هنا كويسه والاداره هنا كويسه والدنيا تمام يعني الحمد لله. الناس في اي حد اشتكى من اي حاجه؟ لا، لو في اي مشكله هنا الاداره بتحلها له بسرعه، ما بتحصلش المشكله اصلا قبل ما بتحصل الاداره بتحلها هنا. انت ايه رايك، السوق الجديد احلى ولا السوق الاولاني؟ السوق الجديد ربنا يبارك في المسؤولين، عاملين الصح معانا ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب. وبتقول ايه للي ممكن يكون شاكك ان هنا مش زي السوق القديم احسن، يعني يكون هنا احسن ولا هناك احسن؟ لا، نقول له توجه لهنا، هنا الصح وهنا الاحسن، هو ده اللي بعد كده خلاص. وهنا يعتبر ارخص اسعار على مستوى الجمهوريه في السوق ده، حاجه نظيفه وحاجه كويسه وحاجه رخيصه. والمشكله قبل ما بتحدث هنا بنلاقي المسؤولين حلتها، مشكله كبيره مشكله صغيره بيحلوها بسرعه. مشكله في النقل يعني، لقيت ان في مشكله ان عبال ما تجيب البضاعه الصبح او حاجه من السوق القديم؟ ده سهله خالص الامور، اسهل لنا من القديم. الجديد هنا الف مبروك الاول وربنا يوفقك ان شاء الله. يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك في المسؤولين ويساعدهم ربنا. تعرف على حضرتك؟ اريني. ايه رايك في السوق؟ حاجه حلوه يعني، قريب لنا ونظيف واحسن من الاول. شايفه الاسعار مختلفه؟ لا، الاسعار كويسه زي السوق القديم برضو. شايفه النظافه؟ النظافه كويس. هنا التعامل كويس، في اي مشكله؟ لا، التعامل كويس، مفيش اي مشاكل. هنا في كل حاجه انت عايزاها يعني، خضار فاكهه؟ حاجه قريب لنا للموجه، احنا ساكنين في الاحياء يعني. مفيش مشكله معاك؟ لا، مفيش مشكله. تمام، شكرا جدا. لا، شكرا. السوق حلو والاسعار حلوه، 100 100 وزي الفل. تعرف على حضرتك؟ انا ام يوسف من المنيا. سهلا. ايه رايك في السوق؟ السوق زي الفل وتمام، والناس كلها زي العسل و100 100 يعني. هنا السوق ده احسن؟ لا، هنا احسن. ايوه، هنا تمام وزي الفل. لا، مش بعيد، احنا نطلع نركب على طول في الموجه. شكرا لحضرتك. العافيه. تعرف بحضرتك؟ بركات القاضي، مدير مجمع الخدمات بالدهار هنا. السوق الجديد، ممكن تكلمنا عن السوق الجديد وليه اتنقل من المكان بتاعه وجه هنا؟ والله هو اتنقل هنا من السوق القديم تحت حاجه حضاريه تليق بمدينه الغردقه كونها مدينه سياحيه، ومكان قريب جنب موقف السرفيز اللي هو بيخدم حركه الركاب في انحاء المدينه بالكامل، بشوارعها باماكنها بكل الاماكن. انت شايف حضرتك ان هنا الاقبال هيبقى يعني، اكيد في الاول لسه الاقبال بسيط، ده بعد كده هيبقى الاقبال كويس ان شاء الله بعد كده. والله هو الاقبال دلوقتي شويه يعني بنسبه 60-70% بالنسبه للناس، عشان طبعا الناس لسه ما عرفتش المكان اكتر، بس بيبدا بتزايد كل يوم، وموجودين فيه كرقابه على الاسعار طبعا بناء على توجيهات اللواء عمرو حاني في محافظه البحر الاحمر واللواء محمد بن داري واللواء اشرف البيه، ورقابه كامله، نظافه واسعار ومشاكل المواطنين بنحلها اول باول، وكل حاجه موجوده تشرف المدينه يعني. بشوف في سياح هنا بيجوا، في عندنا يوميا لا يقل عن 4-5 وساب بتيجي على مدار اليوم او 5، بتنزل بقى كول بيخد بيدخل السوق من ضمن جوله السياحه اللي بتمر على المساجد والكنائس والاسواق والمدينه بالكامل. مزار بقى، مزار سياحه. بالتوفيق ان شاء الله، ونشوف حضرتك برضو مع الملحق الجديد ان شاء الله. تمنياتنا بخير وربنا يوفقك يا رب. تحت امرك. تحت امرك. تعرف بحضرتك؟ محمد، معايا محل فراخ في السوق الجديد. قول لنا ايه الفرق الاسعار هنا؟ والله الاسعار هنا زي هناك، والحاجه هنا كويسه برضو زيها زي اللي هناك، ويمكن احسن شويه. حاجه جديده هنا بتبقى، والبيع بسعر الجمله يعتبر يعني، الحاجه هنا يعتبر متباعة بسعر الجمله. عندك ايه مثلا هنا غير؟ انا عندي فراخ ابيض، وعندي فراخ بلدي، عندي حشو، وعندي امهات وبط بلدي، وكل حاجه موجوده. ست، ايه رايك في السوق الجديد؟ والله السوق الجديد حاجه يعني كويسه ونظيفه يعني، احسن من اللي احنا كنا قاعدين فيه الاول. حاجه نظيفه وكل حاجه نظافه هنا موجوده على طول، اول باول كل حاجه كويسه في المكان هنا، بس هي لسه الحركه شويه يعني، سنه بسنه هتيجي الناس وتعرف المكان وهتيجي. انت تقول الناس ان هنا الاسعار كمان في اقل من تحت والنظافه احسن حاجه، كل حاجه افضل، والمستقبل كله هيبقى هنا ان شاء الله يعني. توفيق ان شاء الله باذن الله.